فعلا لقرار المجلس الوطني الاخير الذي اصطفاف الى جانب المعارضه واعلان بين الاهداف الاساسيه هو اننا نمارس الدور ديالنا كمعارضه بناءه اللي معتمده على تقديم البدائل والحلول والاقتراحات، وحنا الفريق الاستقلالي انطلاقا من هذا الاحتقان اللي كتعرفوا الساحه الاجتماعيه وطبيعه الحال وكثره الاحتجاجات في مناطق كثيره من هذا البلد، لا نسعى من تقديم هذه المذكره الا السعي نحو استقرار البلاد وكذلك السلم الاجتماعي، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يتحقق إلا بضرورة القيام الحكومة بأجوبة على ما يحدث الآن، لأنه هناك بطبيعة الحال هذا الاحتقان سببه هو ارتفاع الأسعار المختلفة ديال المواد الاستهلاكية، كذلك ارتفاع نسبة البطالة، ما كاينش الشغل، كذلك مجموعة من القضايا اللي هي عندها راهنية ديالها سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة، هناك تدهور ديال القطاعات الاجتماعية، وهذا كينضر بطبيعة الحال لأشياء لا نريدها لهذا البلد الآمن المستقر، إذن فإحنا تقدمنا بمذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل تعديل بعض المضامين ديال القانون المالي لسنة 2018 من خلال اعتماد إجراءات بسيطة جدا، يعني يمكن يعني ولن تؤثر يعني على ميزانية الدولة يعني بشيء كبير، هي فقط هي يعني استخراج بعض الأرقام من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية ديال الشعب المغربي وخاصة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة التي أصبحت بطبيعة الحال تعاني هي بدورها كباقي الطبقات يعني الفقيرة. الاحتجاج أصبحت كثيرة وكبيرة جدا، وتارة تكون مطالبها موضوعية واجتماعية وقانونية. لم يتعني العمل بها هذا شيء أساسي، لأنه لا بد من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى لبلادنا، وبالتالي هي كلها اقتراحات تتخذ على الاعتبار هذه الامور هذه، وغادي يجي في الشرح من بعد. الاجراءات اللي جات بها المذكره اللي رفعها حزب الاستقلال للحكومه فيها اجراءات تتعلق بالرفع من الدخل، وهي اللي فيها 200 درهم اضافيه بالنسبه للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وفيها الخصم من الضريبه على الدخل في حدود 6000 درهم عن كل طفل بالنسبه للناس اللي كيقروا ولادهم في القطاع الخاص، وفيها ايضا الرفع من النسبه اللي ما مفروضاش فيها الضريبه على الدخل من 36000 درهم سنويا، من 30000 درهم سنويا ل 36000 درهم سنويا. هذه اجراءات كتم يعني كل الموظفين وشريحه كبيره من المواطنين. بالنسبه لحمايه القدره الشرائيه كاين اجراءات، من اهمها هو يعني ديك الرسوم على الداخليه على الاستهلاك اللي كاين على المحروقات اللي هي في حدود 2.4 درهم لكل لتر. الاقتراح ديالنا انها تولي فيها واحد المرونه وتبدا تنقص بالعلاقه مع الارتفاع ديال الثمن ديال المحروقات. على مستوى التشغيل كنقترحوا انه تكون هذيك اعتمادات من اجل التدريبات المؤدى عنها داخل الادارات العموميه وداخل الجامعات المحليه بالنسبه للحاملين ديال الشواهد، وثانيا بالنسبه للشركات الصغرى والمتوسطه انه يدار واحد الاجراء ديال رفع الضريبه على الدخل في حدود 10 ديال الاجراء بالنسبه لهاد الشركات، ولكن ماشي فقط اللي تخلقات منذ 2015 كما دايره القانون المالي الحالي، ولكن باش تكون عموميه وعامه تشمل جميع الشركات الصغرى والمتوسطه. هذه غادي تخلق فرص الشغل، وهذه غادي تخلق يعني اضافه بالنسبه للوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه في بلادنا.